السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا أحد شرابات اللي هو الفينادون، أحد شرابات الحساسية والالتهابات. شراب فينادون من أشهر الأدوية المستخدمة في حالة الحساسية والالتهابات والقحة، ولكن هل هو آمن لكل شخص؟ تابع معنا لمعرفة ما هي مكوناته، فوائده، أضراره، الطريقة الصحيحة لاستخدامه. عندنا أولا، يتوفر الدواء بصورة شراب للأطفال والكبار، يحتوي على المواد الفعالة وهي الدكساميثازون والكلوروفينارمين. يستخدم الدواء لعلاج الحساسية والالتهابات. مكوناته، نجي نشرح مكوناته واحدة واحدة. أولا عندنا هو الدكساميثازون. الدكساميثازون هو أحد أنواع الكورتيزون، ويعمل كمضاد للالتهابات والحساسية. نجي على المكون الثاني، هو الكلوروفينارمين. هو دواء مضاد للهستامين، يقلل من تأثير مادة الهستامين، وهي مادة كيميائية ينتجها الجسم عند التعرض لأحد العوامل المثيرة للحساسية، وتسبب هذه المادة ظهور أعراض الحساسية مثل العطس والحكة والعيون الدامعة وسيلان الأنف. نجي دواعي الاستعمال. دواعي استعمال الفينادون، يستخدم الدواء في حالات الالتهاب وبعض الحساسية الشديدة مثل الربو، حساسية الأنف، التهاب الأذن الوسطى، التهاب الجلد، الحساسية المفرطة للمواد الكيميائية أو لدغات الحشرات، بعض أمراض الغدد الصماء والروماتيز، الطفح الجلدي واللوذمة الوعائية، انتفاخ في طبقات الجلد العميقة. نجي على جرعة فينادون. الجرعة، يحدد الطبيب الجرعة المناسبة للحالة حسب شدة المرض واستجابة المريض وعمره. جرعة فينادون للأطفال أكبر من سنتين نصف ملعقة صغيرة، يعني 2.5 سيسي، 3 مرات يوميا. جرعة فينادون للكبار ملعقة أكل 5 مل 3 مرات يوميا. زين، في الحالات الشديدة يمكن زيارة الجرعة وتعديلها من قبل الطبيب. يجب انقاص الجرعة تدريجيا قبل التوقف عن تناول الدواء، يعني قبل ما نتوقف عن الدواء لازم نبدي نقلل بالجرعة تدريجيا شوية شوية. اذا هو كان ياخذ 5 سيسي لازم نبدي نقصها 4 3 2 لحد ما نتوقف عنه تماما. زين، الاعراض الجانبية للدواء، ايش راح يسوي ان هذا اعراض جانبية؟ قد يسبب الاعراض الجانبية لكنها لا تحدث للجميع، مو كل واحد تحدث عنده هاي الاعراض. زين، شنو؟ تغيرات في الشهية، النعاس، العصبية، ضيق في الصدر، آلام في المعدة، ضعف عضلي، الامساك، جفاف الفم، انخفاض ضغط الدم، عدم وضوح الرؤية، رنين في الاذن. لكن هاي ما تحدث لكل شخص، بعض الاشخاص تحدث عندهم والبعض الاخر ما راح تحدث عندهم. زين، نجي على كل دواء احنا عندنا موانع. زين، موانع استعمالات الفينادون ضد الحساسية والالتهاب، شنو؟ الحساسية المفرطة لأي من مكونات الدواء، الأشخاص المصابون بعدوى فطرية، يعني الشخص اللي مصاب بعدوى فطرية ما راح نعطيه فينادون. في حالة أخذ اللقاحات الفيروسية الحية، لا يستخدم الأطفال أقل من 2 سنين، الطفل إذا عمره أقل من 2 سنين ما راح نعطيه فينادون. يستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات، زين، دون يعني ما يحتاج ترجع للطبيب وتسأله، أقل من 6 سنوات إلى 2 سنين، يعني من 2 سنين ل6 سنين نطيه ماكو مشكلة. زين، شنو المحاذير؟ الحذر، يجب الحذر عند تناول الدواء في المرضى الذين يعانون من السل، قرحة في المعدة، مشاكل في الكلى والكبد، أو أي عدوى أخرى. إذا كانت عنده أي عدوى أخرى ما راح نعطي هذا الشراب. زين، الحامل، المرأة الحامل ينصح بتجنب الدواء للحامل بسبب مخاطر المحتمل حدوثها للجنين، يعني احتمال يصير فد تغير جيني للجنين، فإحنا نبتعد عن هذا الشراب. زين، المرضع
الرضاعة زين قد يشمل الدواء إلى الحليب أو ينتقل الدواء إلى الحليب عن طريق الثدي، لكن الجرعات المنخفضة التي قد تتناولها الأم من غير المرجح أن تؤثر بشكل كبير. يعني حتى إذا الأم أخذت جرعة قليلة راح ينتقل الحليب بشكل كبير إلى الطفل الرضيع، ورغم ذلك يجب عدم استخدام الدواء إلا إذا كانت فوائده تفوق المخاطر. إذا كانت فوائده أكثر من مخاطره راح نستخدم هذا الدواء. الأطفال الرضع لا يستخدم للأطفال أقل من سنتين، إذا كان الطفل رضيع أقل من سنتين ما راح نستخدم اللي هي الضغط. اللي الناس اللي عندهم ضغط الله يشفيكم شر الضغط إن شاء الله، يحتوي الدواء على مادة الديكساميثازون الديكادرون عامة التي قد تسبب الزيادة في ضغط الدم، الذي يجب على مريض الضغط استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. زين شراب فينادون شنو هو؟ شراب مال قحة والسعال، يستخدم الدواء في حالات الربو حيث يعمل الدواء على تهدئة التهابات الشعب الهوائية ويخفض من التهابات وضيق التنفس والسعال. والصحة والسلامة، وإن شاء الله ما بيكم غير العافية، وإن شاء الله تستفادون من الشرح. مع السلامة.